السلام عليكم، معاكم ياسمين عرفات. ووصفة النهاردة حلوة حلوة، مش قادرة اقولكم. هنعمل بفتيك اللحمة المفرومة، طبعا يعتبر وجبة اقتصادية شوية بالنسبة للبفتيك العادي. طعمه تحفة جدا، حلو جدا، الاطفال هيحبوه جدا، بالذات الاطفال اللي بتحب الاكلات من بره. حلو قوي، والتوابل بتاعته رائعة، طريقته سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك اي وقت ولا اي غلبة ولا طبق فصلت ولا اي حاجة. اهم حاجة لو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير واشتراك القناة. يلا بسرعة ندخل على الطريقة ونسمي الله. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، بصلاية متوسطة مبشورة، توابلنا بقى معلقة كبيرة من البصل البودر، ثوم البودر، نص معلقة صغيرة من القرفة والجنزبيل والفلفل الاسود والبيكنج باودر، ومعلقة صغيرة ممسوحة من الملح. هو طبعا معايا بيض وبقسماط. اول حاجة نجيب الكبة بتاعتنا وننزل بالبصلاية واللحمة المفرومة والتوابل بتاعتنا. اهم حاجة لازم نستخدم الكبة، لان الكبة هتفرمها كويس وهتخلي لي عجينة الكفتة سهلة في التشكيل. اهو هبتدي بقى افرمها كله كده مع بعضه. خلاص فرمناها كويس وبقت زي العجينه، هبتدي اطلعها بقى في بوله بتاعتنا. حسيت ان هي ملزقه شويه، هنزل عليها بمعلقتين كبار بقسماط، هعجنها كده كويس. تقدري تشوفي المرحله دي وهي في الكبه زي ما انت حابه. اهو حسيت ان هي برضو لسه فيها سن تلزيقه شويه، حطيت عليها معلقه كمان من البقسماط وزودت رشه ملح وفلفل اسود كمان. يعني اتعاملي كده، زودي بقى بقسماط، وانت كنت حاطه ملح على قد كميه النص لحم، نص لحمه المفرومه، زودي شويه من الملح، لان طبعا البقسماط يعني بيشرب كتير من التوابل. معايا البيضه بتاعتنا، رشه ملح وفلفل اسود وربع كوبايه من الميه عشان اخفف البيضه بتاعتنا، واضربها كويس او بشويه من عصير البصل زي المتاح عندك، بس الميه موجوده في اي بيت وبتديني نتيجه برضو كويسه، ما فيش فيها اي فرق. هبتدي اجيب قطعة صغيرة من اللحمة وكيس بلاستيك، قطعنا اتنين، جزء تحت وجزء فوق زي ما احنا شايفين كده. لو انت عايزاها تبقى مدورة تقدري عادي تقوريها وتشكليها تبقى مدورة عادي، لكن البوفتيك طبعا احنا بنبقى عارفين هو بيبقى شكل شوية غير منتظم، فهنشوف الوقت هنعمله ازاي. احنا مش عايزين الطبقة بتاعتنا تبقى القطعة بتاعتنا تبقى تخينة، لان زي ما احنا عارفين اول ما قطعة البوفتيك هتنزل في الزيت هتبتدي تكش، والكشاشين ده هيقلب بسماكة شوية، فعشان ما تبقاش سميكة زيادة عن اللزوم، وزي ما احنا شفنا سمكها في اول الفيديو كان معقول جدا. هبتدي انزل بها في البيض بتاعنا واطلع بها البقسماط، زي ما انتوا شايفين تتشال معايا بكل سهولة، لا بتتكسر ولا اي حاجة، ما تقلقيش من اي حاجة. وتقدري برضو بعد ما تغلي فيها بالبقسماط تحتفظي بها في الفريزر وتطلعها وقت التحمير. هبتدي بقى اضغط ضغطات خفيفة كده، حلوة جدا. هبتدي اجيب قطعة تانية، اجيبها على طول القطعة كده، ما اكورهاش ولا اي حاجة عشان يطلع لي شكل غير منتظم، يبقى قريب جدا لشكل البوفتيك، بس مش هياخد منك وقت، لا وقت في تسوية ولا وقت في تشكيل ولا اي حاجة، ولا تتبيل ولا اي حاجة، بس يعني خلي التوابل تبقى مظبوطة زي ما احنا قلنا، لان هو ده اللي هيديها الطعم المميز، يختلف كتير عن الكفته البانيه او الكفته المحمره. اهو هبتدي بقى انزل بقى علي انزل بيه في البيض وبعدين البقسماط. خلي بالنا الدقيق لما بنغلف الدقيق بالاول سواء في البانيه او في اي حاجه بنعملها، الدقيق بيعمل طبقه سميكه تخليه يفصل، من اهم الاسباب اللي بتفصل الطبقه هو الدقيق، فبعدي دي دايما عن الوصفات اللي فيها البيض والبقسماط، الا لو ناجتس او حاجه مفرومه زي الفراخ المفرومه او كده، يعني دي بنحتاج فيها الدقيق شويه. شايفين القطعه طبعا حلوه جدا وشكلها زي البفتيك بالظبط. نعمل معاكم قطعه كمان اهو، اظن مفيش اسهل ولا احسن من كده. نخلص الكميه ورجعنا لكم بعد ما خلصناها. نص كيلو لحمه مفرومه عمل لي 15 قطعه بالحجم ده، طبعا مفيش احسن من كده، زي ما قلنا تعتبر يعني مش وجبه اقتصاديه قوي، بس لو انت حابه تعملي بوفتيك حاجه في عزومه وخايفه ان الطبقه تفصل منك واقل شويه في التكلفه، فده حلو جدا شكلا وطعم وكل حاجه، مش هياخد منك اي غلبه ولا اي حاجه. يدوبك على نار متوسطه ياخد لون من تحت، اقلب على الجنب التاني على طول، ما بياخدش وقت في التسويه زي البوفتيك. خلاص هو اتحمر كده من الجنبين زي ما قلت لكم، شايفين القطع كشت ازاي.
فالكشاشان ده بيقلب بسماجة. هبتدي بقى اصفيها واطلعها على مناديل المطبخ اهو. بجد جربوا الوصفة دي، هتعملوها دايما وهتستسهلوها كتير، غير ان شاء الله اولادكم هيطلبوها كتير جدا. خلاص اهو، هنزل بقى بالكمية التانية. فهي منجزة جدا، ويعني تعوض شوية عن البفتيك. طبيعي مش طعمها زي البفتيك، بس هي كشكلا وطعم حلو قوي، طعم مختلف، لكن كطعم طبيعي ومش زي البفتيك قوي يعني، لكن طعمها حلو برضو. ما حلو فشكلا وطعما جميلة، وحتى تنفع في العزومات، يبقى طبق كده سيرفيز يبقى حلو، يعمل لك كمية محترمة. خلاص حمرناهم، حمر باقي الكمية بقى. وبعد ما حمرناهم نجيب بقى طبق التقديم بشوية من الكزبرة الخضراء عشان تديني كده ريحة وطعم حلو. وابتدي بقى ايه، ننظم نرص الكمية بتاعتنا عشان نشوف عملت كمية معايا قد ايه. لو انت عايزة تكبري القطعة عن كده كبريها، بس يعني انا بالنسبة لي كنت شايفة الحجم ده كويس جدا. طبعا عملت لي سيرفيز محترم من 1/2 كيلو لحمة مفرومة، بجد شكلها روعة جدا وطعمها تحفة. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. طبعا نقدر نقدمها مع شوية مكرونة بالصلصة زي ما هوريكوا دلوقتي، او شوية مكرونة سباكيتي، ونرص نجيب سيرفيس كده ونحط فيه شوية مكرونة محترمين كده، ونرص حواليها البوفتيك بتاعنا، حاجة كده تفتح النفس لأولادنا ولينا كمان. وألف هنا وشفا، جربوها ان شاء الله تعجبكم. وخير الختام، السلام عليكم.